السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم في اللغة العربية مكون إملاء بعنوان الهمزة المتوسطة. أولا نبدأ بترتيب الحركات. لاحظوا معي جيدا الكسرة. الكسرة هي أقوى الحركات. الضمة هي ثاني حركة قوية بعد الكسرة. الحركة الثالثة في الترتيب هي الفتحة. الفتحة تأتي بعد الكسرة وبعد الضمة. وآخر الحركات قوة هو السكون. السكون ضعيف جدا، نمثله بالفأر. إذا كانت لدينا حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها، نلاحظ جيدا إذا كانت الكسرة والضمة والفتحة والسكون، فإن الهمزة تكتب على الياء. لماذا؟ لأن الكسرة قوية هي الأولى. الكسرة غير موجودة، إذن الحركة القوية هي الضمة. إذا كان لدينا ضمة وفتحة وسكون، فإن الهمزة تكتب على الواو. إذا كان لدينا فقط فتحة وسكون في الهمزة والحرف الذي قبلها، فإن الهمزة تكتب على الألف. لاحظوا معي فأس. فأس كتبت الهمزة على الألف في الوسط على الألف. بئر كتبت الهمزة على الياء في الوسط. بؤبؤ. بؤبؤ كتبت الهمزة على الواو في الوسط. نلاحظ جيدا حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها. رأس. رأس لدينا فتحة وسكون، إذن كتبنا الهمزة على الألف. كتبنا الهمزة على الألف وهي همزة متوسطة وسط الكلمة. لماذا كتبناها على الألف؟ لأن لدينا فتحة وسكون. الفتحة أقوى من السكون. سأل كتبنا الهمزة وسط الكلمة على الألف. لماذا؟ لأن حركتها فتحة والحرف الذي قبلها كذلك فتحة، والفتحة قوية على الفتحة. فجأة كتبنا الهمزة على الألف وسط الكلمة. لماذا؟ لأن لدينا سكون وفتحة، والفتحة أقوى من السكون. كخلاصة للهمزة المتوسطة على الألف: رأس، سأل، فجأة،
فتحة وسكون، لدينا فقط حركتان فتحة وسكون، والفتحة أقوى من السكون، لذلك كتبنا الهمزة على الألف. مثال: الضمة، الفتحة والسكون في الترتيب. الهمزة المتوسطة على الواو: كؤوس، ضمة وضمة. نلاحظ جيدا حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها، ضمة وضمة. سؤال: لدينا ضمة وفتحة، ضمة في الحرف الذي قبل الهمزة، وحركة الهمزة هي الفتحة، الضمة أقوى من الفتحة، إذن كتبنا الهمزة على الواو. يؤول، فتحة وضمة، إذن نكتب الهمزة على الواو لأن الضمة أقوى من الفتحة. لؤلؤ، لدينا ضمة وسكون، الضمة أقوى من السكون، لذلك كتبنا الهمزة على الواو. تفاؤل، تفاؤل، كتبنا الهمزة على الواو لأن قبلها سكون. إذن كخلاصة للهمزة المتوسطة على الواو، نلاحظ جيدا حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها: كؤوس، سؤال، يؤول، لؤلؤ، تفاؤل. فتحة وسكون وضمة، الضمة هي الأقوى في هذه الحركات، لذلك نكتب الهمزة على الواو. الضمة هي الأقوى، أقوى من الفتحة، أقوى من السكون. الهمزة المتوسطة على الياء: سائل، سكون وكسرة. لدينا حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها، سكون وكسرة، الكسرة أقوى. يئس، لدينا حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها، فتحة وكسرة، الكسرة أقوى. سئل، لدينا هنا ضمة وكسرة، الكسرة أقوى من الحركات كلها، لذا كتبنا الهمزة على الياء. فئة، لدينا هنا كسرة وفتحة، الكسرة هي أقوى الحركات، لذلك كتبنا الهمزة على الياء. بئر، لدينا كسرة وسكون، الكسرة أقوى، لذلك كتبنا الهمزة على الياء في وسط الكلمة. متكئين، لدينا كسرة وكسرة،
كتبناها على الياء. إذن كخلاصة لكتابة الهمزة المتوسطة على الياء: فتحة وسكون وضمة وكسرة. في كل هذه الحركات الكسرة هي الأقوى. تكتب الهمزة على الياء في وسط الكلمة. نتذكر جيدا، الكسرة هي أقوى الحركات، تليها الضمة، ثم الفتحة، وآخر الحركات قوة هو السكون. تكتب الهمزة المتوسطة بمقارنة حركتها مع حركة الحرف الذي قبلها. إذا كانت أقوى الحركتين هي الكسرة، تكتب الهمزة على الياء. مثال: عائد، فئة. إذا كانت أقوى الحركتين هي الضمة، فإن الهمزة تكتب على الواو. مثال: مؤمن، مؤونة. إذا كانت أقوى الحركتين هي الفتحة، تكتب على الألف. مثال: ينأى، مأتم. ننتقل إلى التمرين. رتب الحركات من الأقوى إلى الأضعف. الجواب: الكسرة هي أقوى الحركات، تليها الضمة. نتذكر دائما الحيوانات. الفتحة تأتي بعد الضمة. آخر الحركات قوة هو السكون. تمرين: أكمل بالهمزة المناسبة، همزة على الألف أو همزة على الواو أو همزة على الياء. فأس. كتبنا على الألف لأن سكون وفتحة. كأس كذلك على الألف لأن هناك سكون وفتحة، الفتحة أقوى من السكون. لؤلؤ. كتبنا الهمزة على الواو لأن لدينا ضمة وسكون، الضمة أقوى من السكون. رأس. كتبنا الهمزة على الألف لأن لدينا فتحة وسكون، الفتحة أقوى من السكون. سائل. كتبنا الهمزة على الياء لأن لدينا كسرة وسكون. لؤم. كتبنا الهمزة على الواو لأن لدينا ضمة وسكون، الضمة أقوى من السكون. مؤمن. كتبنا الهمزة على الواو. مسألة. سكون وفتحة، الفتحة أقوى من السكون. مائل. كتبناها على الياء لأن لدينا كسرة وسكون، الكسرة أقوى من السكون. يؤسف. يؤسف كتبنا على الواو لدينا ضمة وسكون. بئر. كتبنا الهمزة على الياء
لدينا كسرة وسكون، الكسرة أقوى من السكون. أحط الإجابة الصحيحة. رئتان تكتب على الياء أم على الألف أم على الواو أم على السطر؟ رئيف على الياء رؤوف، على الواو رؤوف، على الألف أم على السطر؟ مئذنة، مئذنة تكتب على الواو على الألف أم على الياء أم على الياء هكذا؟ سائق تكتب على السطر أم على الياء أم على الألف أم على الواو؟ رئتان لدينا كسرة وفتحة، الكسرة أقوى. رؤوف لدينا فتحة وضمة، الضمة أقوى. مئذنة لدينا كسرة وسكون، الكسرة أقوى من السكون. سائق لدينا سكون وكسرة، الكسرة أقوى من السكون. بالتوفيق وإلى اللقاء.